قداسة البابا، أنا عايز أسأل حضرتك سؤال برضو، يعني عن موضوع التفكير في الرهبنة. هو تفكير صعب مش سهل، إن الواحد يترك الحياة كلها والدنيا كلها ويبقى فقط للصلاة والتضرع ولمعرفة ربنا سبحانه وتعالى. كيف كان هذا يعني هذا المشوار مع قداستك؟ طبعا حضرتك تعرفي ان مفيش حاجة بتيجي فجأة، يعني بيبقى استعداد عند الشخص، قراءات عند الشخص، خد مشورة الكبار، زار الأديرة، عبر السنين تتكون الرغبة في هذه الحياة. متى بدأت مع قداستك؟ الحقيقة ابتدت وانا في تانية ثانوي، وده مبكر قوي جدا، بس ابتدت بسبب مهم قوي، ان في الكنيسة وقف امين الخدمة المسؤول عن الخدمة وقال احنا عملنا مكتبة كل الكتب يمكن استعارتها ما عدا كتاب واحد. شيء طبيعي ان نسأله ايه الكتاب الواحد ده؟ الكتاب ده اشهر كتاب في الحياة الرهبانية، اسمه بستان الرهبان. ده كتاب رسمي في الكنيسة يحوي تاريخ وسير واختبارات والحياة الرهبانية، وده الكتاب الأساسي. فبعد ما خلص الإعلان بتاعه هو كان يحبني، فقلت له ممكن أخد الكتاب اللي هو قال لأ، أخد الكتاب وأجيبه لك بكرة، كان يوم خميس، أجيبه لك بكرة الصبح، فسمح. فخدت الكتاب وقعدت أحاول أقرأ فيه بقدر الإمكان، هو كتاب كبير يعني 300-400 صفحة، قريت مثلا 30 صفحة أو 40 يعني حاجة بسيطة، وجبت الصبح. بس الكتاب ده عمل يعني ممكن تقولي شرارة أو رغبة أو حب للاتجاه ده، رغبة مبكرة جدا. أو يعني زي ما تقولي حطينا البذرة. مع أب اعترافي بقى اللي هو الأب الكاهن في الكنيسة في مدينة دمنهور، فضل يرشدني شوية بشوية لغاية ما جه وقت مناسب أروح الدير، بس حصل ظروف عندنا في الأسرة ما قدرتش أروح فتأخرت شوي. وبعد كده ربنا سمح في سنة 86 أدخل الدير. حياة الدير وحياة الرهبنة حياة صعبة، يعني فيها تقشف، فيها فقر، فيها وحدة، فيها خدمة مش سهلة، يعني كيف يقدر الإنسان عليها؟ الحياة الرهبانية قايمة على فكر إنساني أساسي. الإنسان مكون من 3 اتش: هيد، فكر، هارت، قلب، وهاند، ايد. اختصار الثلاثة دول الفكر اللي هو القراءة والدراسة، والقلب اللي هو العبادة اللي هي الصلاة، والهاند اللي هي العمل. فالحياة اليوم الراهب بيدور بين الثلاثة دول. نقول كده في الدير دايما: ساعة صلاة، ساعة قراءة، ساعة عمل. مفهوم كلمة ساعة مش 60 دقيقة في الدير، مفهومها دايما 3 ساعات، لأن الصلوات اليومية عندنا متقسمة بنظام 3 ساعات، يعني في الساعة 6 الصبح والساعة 9 والساعة 12 الساعة 3 وهكذا، كل 3 ساعات. فكلمة ساعة يعني 3 ساعات. ففي ساعة اسمها ساعة صلاة، بنقوم من الساعة 4 نفضل في التسبحة لغاية الساعة 6 وراها القداس ربما لغاية الساعة 8، دي ساعة عبادة. عندنا ساعة قراءة، عندي قراءات في الكتاب المقدس، قراءات في كتب الآباء، قراءات في الترجمة، في الدراسة، في التأمل، في كتب بتدرس الكتاب المقدس، قراءة واسعة. طبعا تشمل أيضا الكتب النسكية اللي هي حياة الآباء اللي عاشوا في الرهبنة قبل كده. وبالمناسبة الرهبنة نشأت على أرض مصر. الجزء الثالث اللي هو ساعة عمل، الأعمال بقى بتتوزع علينا في الدير. يعني مثلا في أبونا بيبقى ماسك مزرعة زرع، في أبونا ماسك يخلل الزيتون مثلا، في واحد ماسك المطبخ، نوع من الخدمة يعني. ما هو ده العمل. العمل بتاعنا، أنا مثلا كنت ماسك مطبخ الضيوف،
قعدت فيه سنتين تقريبا. مطبخ الضيوف، الضيوف اللي بيجوا الدير بنقدم لهم الاكل. بعد شويه مسكوني استقبال الزوار، الرحلات اللي بتيجي ازورهم عشان يعرف، باعتباري خريج صيدله مسكوني الصيدليه. دي الاعمال اللي مسكتها يعني تدرجت فيها. اعمال كتيره، في واحد مثلا ابونا ماسك البوابه، بوابه الدير. في مثلا ابونا ماسك العمال. يعني تقسيم عمل، تقسيم عمل ومتغير وتعاون. في اول الحياه الرهبانيه يبقى فتره العمل كتيره للشخص، كل ما نقدم في الرهبانه كل ما فتره العمل تقل، تتحول للدراسه والعباده. ولان الانسان بيدخل الحياه الرهبانيه برغبته وباشتياقه، فبتبقى حياه ممتعه ليست صعبه. ما هو صعبة لو الواحد دخل فيها غصب عنه. لا، مؤكد باختياره. باختيار، هو اللي اختار. لا تكون يعني صعبة، هو سهل. اللي اختار. التنوع اللي حكيته لحضرتك ده هو اللي بيخليها جميلة. طبعا أب الدير، رئيس الدير، ده أحد صمامات الأمان جوه الدير، لأن هو خلاص ماليش غير أبونا رئيس الدير. هو اللي ألجأ له، هو لما أتعب أروح له، هو لما عايز أعمل حاجة أشيره. وطول ما الإنسان مرتبط وملتزم بالحياة الرهبانية يبقى متعزي وفرحان خالص، مبسوط. مبسوط يعني ما يدخلش في دائرة الاكتئاب ولا القلق ولا الهم ولا كل المتاعب النفسية دي. لا. هو يعني بالتزامه بتبتدي يحصل نوع من سمو الروح. حتى الاهتمامات الجسدية أو أنواع الأكل أو اللبس أو الحاجة دي ما عادتش فيها الرغبة.